السلام عليكم واهلا بكم في قناه شيوات لمياء. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا لي شنيك بلا كريم باتيسير وباللوز كيجيو لذادين بزاف. يعني باش نحضروا هاد لي شنيك كنحتاجوا العجينه اولا 500 غرام ديال الطحين، شويه ديال الملحه، شويه واحد ساشي ديال الفاني ولا روح الفاني اللي عنده، 50 غرام ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ديال العجينه، معلقه كبيره ولا 25 غرام ديال الزبده، و 300 مليلتر ديال الحليب دافي. هادشي كامل غادي نخلطو هنايا وغادي نديروه في العجانه ولا اللي ولا نعجنوه بيدينا. دونك نبداو على بركه الله مراحل التحضير. غادي نديرو سنيده نخويوها على الطحين، غادي ندير شويه ديال الملحه، الملحه نديرها في قنيت بوحديتو باش ما نخلطاش مع الخميره، نديرها مع السكر حيت هي كتفاعل مع السكر مزيان وكتخليه يخمر، كيخليها السكر تخليها تدير المفعول ديالها. غادي ندير شويه ديال الفاني، وصافي هادشي كامل غادي نخدمو، غادي نعجنو بالحليب وحتى تعجن لينا مزيان، عاد غادي نضيف الزبدة في الاخر. دونك بعد ما عجننا العجينة ديالنا نتوما كتشوفو ما كندلكوهاش بزاف حيت مازال تابعاها الخدمة، غادي نحتاجو باش نورقوها الزبدة الخاصة بالتوريق، انا خديت هادي ومايزينا. غنبداو اول حاجة غادي نقسم هاد العجينة هادي، نقسمها حصص متساوية. أنا درت هنا 11 الكرة، دونك غادي ندورهم هكا. أنا كنشكلهم هكا كيف كتشوفو، كنشكلهم على شكل كويرات باش يجوني ساهلين في الطلاق. دابا غادي نبداو نطلقو هاد الكويرات، غادي ندير شوية ديال مايزينا. صافي فلاطه بحال هكا ولا بلاطو كبير، غادي نستفهم كاملين نطلقهم كاملين وعاد نبدا ندير لهم الزبده. دابا انا غادي نستمر نطلق كاع هاد الكويرات اللي عندي ونحاول نحافظ على نفس الدائره ديال كل ديال الاولى ديال العجينه الاولى اللي طلقت باش تجيني وحده فوق وحده، ونطلقوا باش نكملوا التحضير ديال العجينه. صافي من بعد ما كنطلقوا هاد الكويرات اللي كانوا عندنا كلهم، غادي ناخذوا دابا وحده بوحده الزبده، كديروها في شي كتكون بحال هاد المطبخ، الا ما بغاتش تذوب لكم الزبده ديال التوراق كديروها واحد شي شويه اما في بان ماري ولا كتدخلوها هذا الميكرووند غير شي شويه كتطلق راسها وصافي باش تجيكم سهله في الخدمه. صافي دابا غادي نبدا نطختيني هاد العجينه هادي. صافي غادي نحطها على جنب، غادي ناخذ الاخرى وغادي ندير نفس العمليه. دابا غادي ناخذ هادي وغادي ندير، نتوما تشوفوا معايا هادي الاولى اللي درت، غادي ندير فوق منها هادي هاد الجنب، نولي ندير وحده اخرى بحال هكا وندير فوقها الزبده ونبقى مستمره وحده فوق وحده وحده فوق وحده حتى نسالي ونطلقوا باش نكملوا الطريقه. صافي بعد ما ساليت التوراق كامل ديال العجينات اللي كانوا عندي، دابا غادي نبدا نطلقها. انا كنحاول نقاد لهم الشكل ديال العجينه،
صافي بعد ما دابا طلقتها بحال هكا نتوما دابا غادي ندوز غادي نطويها بهذا الشكل هذا نعاود ندير لها واحد الطويه هكا هكا ناخذ ميكاولا بابيي سلوفان ونخليها ثلاثه ترتاح واحد المده ديال ساعتين ونخرجو باش ونخرجوها باش نكملو لها الطريقه ديال التحضير والتزيين ديالها. صافي من بعد ما طلقنا هكا العجينه ديالنا دابا غادي ندوزو نقادو لا كريم. انا هنا لا كريم باتيسير عاود طلقتها يا اما طلقوها بالباتو انا عندي هنايا شويه مطلوقه طلقتها غير بمعلقه غادي نضيف عليها اللوز كتجي لذيذه هاد لاكريم باللوز والحامض نضيف لو زيست ديال الحامضه تقدروا تعوضوا هاد الحامض بالليمون اللي كيبغي المذاق ديال الليمون يقدر يدير الليمون واللي ما بغاش يدير كاع اللوز ولو زيست يقدر يدير غير لاكريم باتيسير وصافي والزبيب ممكن تعوضوه بالبيبي دو شوكولا اللي ما تيبغيش الزبيب صافي تنخدم مزيان هاد لا كريم صافي دابا من بعد ما درت لا كريم هانتوما انا كنطلقها حاولوا تطلقوها وهذاك وهاد هنا ما توصلوهاش حتى الاخر ديال حتى الحد ديال العجينه غادي تبقى غاده وكتزاد لكم هاد لاكريم خاصها تجي طبقه رقيقه ديال لاكريم باش ما تبقاش تخرج لينا فاش نبغيو نقطعوها حتى في الجناب ما ديروش بزاف في الجناب صافي من بعد ما ايطاليتها دهنت هاد لاباط كلها بلاكريم هانتوما كيف شفتو كتجي اون كوش رقيقه ماشي غاده بزاف صافي غادي ندير هاد الزبيب نشتتو كيف قلت لكم اللي ما بغاش الزبيب يقدر يدير اللوز يقدر يدير اللي بغا لي بيبي دو شوكولا لي نوا اللي بغيتو الكركاع اللي نتوما واختيار ديالكم هاد الزهر هذا غادي يعطيه حتى لذة زوينه حيت الزهر قلت لكم فزكت فيه في الزكت هاد الزبيب في الزهر غادي يزيدنا لذة لهاد مع اللوز ولوزاز ديال الحامض كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف صافي دابا غادي نبداو نلويوها نشتت مزيان هاد الزبيب باش كاع البلايصي يجي فيهم صافي كيف شفتوا بعدا في الطليق راني ما السمك ديالها ما درتهاش ها نتوما واحد جوج ديال مليمترات ما درتهاش غليظه ما درتهاش رقيقه بزاف صافي غنبداو بسم الله غنبقاو غاديين وحنا تنجروا لعندنا باش كلشي كيدخل مزيان هاكا نتوما تشوفوا حنا غاديين وتنلويو كنجرو عندنا صافي وهذا هو اللي كنجيبوه عند هنا وصافي البودان ديالنا ولا هاد الملفوف ديالنا ها هو كنقادو بحال هكا صافي دابا غادي نديرو في السلوفان وغادي ندخلو شويه الثلاجه يشد راسو ونتلاقاو باش نكملو له التحضير ديالو
صافي بعد ما كتبرد لينا شويه العجينه كنخرجوها من الثلاجه وكناخذوا واحد الخيط انا خديت هكا خيط ابيض وغادي نبداو نقطعوها. هاد الخيط كيعاوننا دغيا تيقطع احسن من الموس. غادي نعبروا واحد جوج ديال السنتيم وغادي نكرزو هكا الخيط ونقطعو نتوما كتشوفو كتجي بحال هكا في فلاطة تنكونو دهنينها كندير درت عليها انا بابيي سلفاغيزي ولا كدهنوها بالزبدة وكتحطو فيها هاد لاشناك ديالكم. غادي نكملو دونك غادي نعاودو وحدة اخرى نتوما كتشوفو غادي نعبرو جوج ديال السنتيم وغادي نلاقيهم ونقطع. هكا كنحطا كنبعدوهم باش مازال تبعوهم غادي تنفخو شويه غادي نعاود نتوما كنبعدوهم حيت كيما قلت لكم مازال غادي تنفخو. صافي من بعد ما قطعنا لي شنيك بحال هكا نتوما كتشوفوا كيجي شكلهم غادي نخليهم يخمروا واحد نص ساعه ومن بعد غادي ندهنوهم بشويه ديال البيض مع الحليب غادي نخلطوا البيض والحليب وندهنوهم وندخلوهم الفران كيطيبوا ونتلاقاو باش نكملوا التزيين ديالهم. بعد ما خرجونا لي شنيك من الفران نتوما كتشوفوا كيجيوا هكا زوينين ومذهبين. الا بغيتوا تخليهم هكا مزيان ما بغيتوش ممكن ديروا اما الناباج دهنوهم بهم شويه ولا الكونفيتور ديال المشمش. انا غادي ندهنهم بشويه ديال العسل وغادي ندير عليهم شويه ديال اللوز افيلي. دير شويه ديال اللوز افيلي حمرته حتى كيبردو عاد كندهنوهم باش ما يشربوش لينا. الا بغيتو ديروا لهم العسل باش ما يشربوهمش لينا. صافي غادي نستمر على هاد العمليه هادي غادي ندهن كاع هاد لي شنيك اللي عندي وندير عليهم اللوز افيلا محمر ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لي شنيك ديالنا. الشكل النهائي ديال الشناك بعد ما زينتهم بشويه ديال العسل وشويه ديال اللوز افيلا من الفوق محمر كيجيو بحال هكا. كنتمنى تجربوهم بهذه الطريقه. داك اللوز ديك لا كريم ديال الباتيسير مع اللوز والحامض كتجي لذيذه ورائعه بزاف. ما بقى لي نقول لكم شكرا وتشاركوا معايا في القناه ديالي شيوات لمياء باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.